انزل يا انت يا احد يا انت احد يا انت يا خناقه مع سلاح روسي. ايوه عمنا انت فين قاعد تخبى عند امك؟ خبى عند امك بس لو علمنا عليه هنتصيد في الحته كلها. لا يا عم الله الغني ده سلاح روسي. تك على الصبر يا عمنا. خلاص الفرخه كانت بيضها. الفرخه كانت بيضها. تعالى يلا جرب حصل اهي 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 اضرب يا انا فين؟ انا فين؟ المستشفى. عيني مالها يا صلاح. بس 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 عشان اديك الحب فاش حولها وما انت تديني حق. انا ناهد معلش مش هتحس بحاجه صلاح. مش والله ما عيب ان الست تدي الراجل حقن. هو في ايه ولا في ايه؟ ايه ده؟ انت هنا؟ قوم يا ابن الكئيب اخرج بره. قوم اخرج بره. هي ناقصاك. هي ناقصاك. هي ناقصاك. قوم يا انا. خلاص يا صلاح. خلاص احنا في مستشفى يا صلاح. يا ابني خليه يخرج بره. والله حمرهم. والله حمرهم. امشي يا ابني من هنا. جت تكنيله. ده لو هو جه قال لنا كان زمانهم قطعوه. سيبني وتخيل عمال تصلي يا ابن الكئيبة. بتكلموا مع مين؟ انتوا مش عارفين انه راجل عبيط واهبل. هتخرجوه ولا هو هيجري بقى. خلاص يا يلا يلا بره 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 بره. قول يلا قول يلا يلا. خلاص ارتاح. هو كان هيعمل لك ايه يعني؟ مخه قد كده. مش عايز اشوف وش امه. هو اللي نحسني من الفقرية. ايه ده؟ ايه الدوشة اللي هنا دي؟ وايه دول؟ طلعيهم بره بره. خلاص يا عم خارجين بره بره. مش هينفع يا صلاح. احسب. هلا يا بابا. حاضر حاضر. على مالك طيب؟ حاجة غريبة قوي الدكتور ده. ماله ومالنا؟ قرش من الحتة ليه؟ قاعدين مع ابننا. امال مين يعني اللي هيقعد معاه؟ خلاص يا حاجة بقى. هي مشروع من المستشفى كلها. تعالوا مناطق الاستراحة. يا باي أنا تعبت أوي. بقول لك يا ولية ما تيجي نشرب حاجة. أنت شايف عينك دي كويس؟ شايف يا دكتور. المهم التانية يا ريس. تانية إيه؟ احمد ربنا. لما الجرح يلم هنعرف إيه اللي حصل. يا ناهي. أيوة دكتور. طايرين على الجرح ده كل يوم. هشوفك بعد أسبوع. ألف سلامة يا زمل. الله يسلمك. زي الفل إن شاء الله. عيني راحت نهت. عيني راحت. بس وحيات امي وامك اللي انا واخد حقي تالت ومتلت. القرنية فيها مشاكل جامده قوي. حظك مهمبب. ايه القرنيه دي يا بنت؟ العدسة النيله اللي جوه العين اللي بتشوف بيها يا صلاح. اللي معاهم فلوس اي حاجه تبوظ في جسمهم يدفعوا ويغيروها، والفقير يموت لو جات له شويه كحه. جاتنا نيله في حظنا الهمام. انت بنت حلاله بنت اصيله.
ولا انا هفكك مني. لا يا صلاح ما تقولش كده، انت لو شويه عضم في قفه انا عمري ما اسيبك. صلاح رصي عضم في قفه، عضم في قفه واطيه. عضم في قفه. والله بيطاع ورا صلاح رصي. راح فين صلاح رصي بتاع زمان اللي كانت النسوان بتريل عليه؟ يا ترى الناس هتفضل تخاف منك وانت بعين واحده، ولا هتستقلك ومش هتعمل لك حساب، ولا انت ايه حكايتك؟ كفايه يا صلاح بقى، بص على عينك، اللي حصل حصل، تعالى اما اغير. يا ست مش عايز اغير ولا نايل يا ناد، يعني هترجع تشوف تاني لما اغير. مش هو نعمل اللي علينا حبيبي، او نعمل اللي علينا اخويا. يا بنت بتفهميني؟ انا اقدر اشتري الكرنيه دي ازاي؟ ها؟ انا ممكن اتصرف في اي فلوس، انا هعمل اي حاجه في الدنيا، بس عيني ترجع تشوف تاني. الكرنيه غاليه قوي يا صلاح. يعني ايه؟ مفيش صرفه؟ هاي نشتريها لحد يتبرع بيها بعد ما يموت. انت تعبلة يا بنت؟ بعد ما يموت؟ انا اللي خليني اركب عين واحد ميت. يعني اساسا مين هيتبرع بنظره وهو عايش؟ حد بيبيع عينه كده اللي بيشوف بيها؟ ده يبقى يا مجنون يا عبيط. فتحي! اسمع يا حرامي! يا حرامي! هضربك يا حرامي! خلاص، ما انتش فتحي تنين. انت فين يا فتحي؟ انت في سنة تاني يا حرامي، يا حرامي، انت لا يا حرامي. الفرخة، انت معاك فلوس؟ الفرخة. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه اللي موقفك هنا؟ عاوز ايه؟ فرخة، أكل فرخة. نعم يا حتمك، فرخة؟ عاوز فرخة؟ فرخة أكل. يلا 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 يلا، خد في ده، يلا فرخة أكل. قول ده راجل غلبان. نعم يا أخويا غلبان، ما لو كل واحد غلبان وعبيط ادينا له فرخة يبقى إن شاء الله مش هنلاقي حاجة نبيعها. العبط في البلد دي بقى أكتر من الفراخ. دورت عليه في كل حته، قلبت عليه الدنيا. لا تسلام، شاكرين. هكون راح فين بس؟ ما انت عايزه ليه؟ هاخد منه فرده عين. ايه؟ واحده بس؟ الله، هي مش كل عين ليها قرنيه؟ هو واحده وانا واحده، امال ممرضه ازاي؟ القرنيه يا بت، ده انت اللي قلتيه عليها. ايوه، هو هيرضى؟ غصب عنه، ده اخر شهر بنام عندنا ببلاش. ايه؟ شايلني؟ وشايلك. لا يا اخويا انا مش دعوه بالحوار ده خالص. نهار اسود تاخد عينه؟ انت مالك انت؟ الله، انت بس رسيني الحكايه دي بتمشي ازاي وانا داير من بكره. ارسيك ايه؟ انت عايز تاخد عين الجدع عيني عينك كده؟ انا عمري ما شفت حد عايش بيدي حد عينه ولا حتى امه. يا بنت ما تفهم بقى، ما تبقيش حمار. الله، الواد فتحي ده واد عبيط، ممكن هو بيعدي الشارع عربيه تلهفه يطب ساكت، فاديته بايه عينه بقى؟ يبقى نصيبه كده. ما انا نصيبه يا بنت. الله، فهم بقى ما تبقاش عمارة، وانا لما اخد عينه هيموت؟ ابدا، هيشوف بس بعين واحدة زي كده، وبعدين وانا يعني هرميه؟ ابدا، انا هاخد بالي منه، ارعيه، اكله واشربه طول عمري. وبعدين ما تفكري كده شوية، هو الواد ده مش كان ممكن في الخناقة عينه تطير؟ فكري بقى، ده انت جحش قوي. طب هتقولها له ازاي دي؟ الله ينور عليكي،
عشان كده انا بقول لك فهميني بس الفيلم ده بيمشي ازاي وسيب الباقي عليا. امين. قولي امين بقى ما تبقيش كافره. الله امين. فتح حبيبي انت كنت فين يا ده فتح؟ يا ده انا قلبت عليك الدنيا، كنت فين؟ ما تزعلش مني يا فتح، ما تزعلش مني. قالوا لي ان انا طردتك في المستشفى. والله العظيم طلع البنج ده قليل الادب. انا عرفت بعد كده انت ليه في الخناقه كنت سايبني وعمال تصلي. خناقه؟ ايوه يا في الخناقه. خناقه لما سبتني وقعدت تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. زلي. ايوه ليه؟ عشان كنت بتدعي لي. بدعي لي. كنت بتدعي لي في الخناقه. بدعي لي. ده اكتر من اخ. بص يا ده فتحي انا ما عنديش اخوات. من هنا ورايح انت اخويا يا ده فتحي. اخويا. انت اخويا. انت اخويا. انت اخويا فتح. انت اخويا. وانا مش ممكن اسيب اخويا معفن ومتنيل كده. معفن. خش يا خش خش. ودي ودي. شششش. احميك يا طحومة ما شفتهاش من سنين. ايه فرحان يا ده؟ هشيل الجلخ اللي عليك. شيل الجلخ يا عيني. خش خش. اقلع بقى هدومك لحد ما اجيب فوطه. لا لا هدومي لا لا هدومي لا. احنا ما فيهاش حاجه، احنا رجاله. يلا احنا رجاله. اه. اتشهدت. ما لحتش ليه؟ لحتش ليه؟ انا لا 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 انا لا ايه اقلع. مش قلنا احنا رجاله ما فيهاش حاجه؟ احنا رجاله. ما فيهاش حاجه. احنا رجاله ما فيهاش حاجه. احنا ايوه كده رجاله. ايوه ما فيهاش حاجه. لا ما فيهاش حاجه. مين اللي معلمك كده؟ انت كنت شاي يا ولا ايه؟ الشاي. بس بس يا لهوي يخرب بيتك انت اهو بتعملها في بعض. يابا انت فاهمه ايه؟ انت فاهمه غلط. انا بحمل واد عشان ريحته قلب البيت. اطلع يا نجس انت هو من بيتي. ريحه ايه يا ابو ريحه اللي بتقول عليها؟ واللي بتعمله ده مالوش ريحه. هي حصلت فتحي العبيط قال على راي الماسل. لا تحمل عبيط ولا تخلي العبيط يحميك. خلاص خلاص يلا يا عبيط. بس 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 يا ده فتح اطلع بره. خلاص خارجين قلنا. الله خارجين قلنا. ولا يا مخ فتح خافش خافش. ايه مبسوط من المية؟ بقيت نظيف يا ابن المعفنة. خافش يا فتح انا مش هسيبك. انت اخويا يا فاهم يعني اخويا. انت عبيط يا ده ولا ايه؟ انت اخويا. ايوه انت اخويا. احلى رجاله. ايوه احنا ايه؟ احلى رجاله. انا هروقك. حلاوتك يا رول طول عمرك مزاجك عالي. ما تيجي يا ده فتح. ليه يا يومي؟ تعرف فراخ عشان تفك. بتقول ايه انا؟ تعرف فراخ عشان تفك. فراخ عشان تفك. بس بقى احترم نفسك بقى. خلاص خلاص الرومي. بس بقى رومي اخويا. لا انا بس اللي اخوك. رومي ده صاحب انا. صاحب انا رومي. رومي رومي. خلاص 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 فتح. خلاص معلش يا ابو صلاح لا مؤاخذه عندي ظروف قاسيه. لا ولا يهمك ما احنا كلنا عندنا ظروف قاسيه برضه. صباح الفل. روما روما صاحبه. انا شامم ريحه نسوان. اه ده البيت ده بنزين مصلحه في السريع كده. طب مالك يعني موطي صوتك اهو احنا هناكلها. قوم يا بنزين قوم يا اخت مفيش حد غريب. اخوك صلاح روسي. يا روسي الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. والنبي يا اخويا زعلت قوي لما عرفت اللي حصل لعينك. لا عادي انما انت
انت مش كنت تبت على الرزيله؟ يو بقى ده كان رمضان اللي فات، هو انت لسه فاكر؟ اللي قول لي مين بقى الشاب الشنتل اللي معاك ده؟ مش تعرفنا؟ ده اخويا الاستاذ فتحي، مدرس فرنساوي. قالوا انا كنت بحسبه مدرس العاب. ايه ده؟ ده بيبرق لي كده ليه؟ هو عمره ما شاف لحمه ولا ايه؟ ده هيموتني من الباص. ايه يا اخوان؟ مالكم؟ الراجل جعان نسوان، ايه مفيش في قلوبكم رحمه؟ خد اعمل روم عزك في كلمتين. عيش. اخوة فتحي هيبات عندك يومين. مش هينفع ابو صلاح، اختي بتيجي كل يوم الصبح تروق الاوضه. وانت يعني لما اختك تيجي وتلاقي بنزين ما تزغرت؟ ما تنساش ياض. ولا اي حاجه تصرف. ايه؟ بقول لك مزنوق ايه؟ خلاص ابو صلاح امرك. شوف لنا بقى اي حاجه ناكلها. اخوك واقع. حاضر. ايه مالك؟ قافش ليه؟ بس كنت مظبط ليله ثقافيه يا ضاعت. يا عم الليالي جايه كتير. انت بس الحقها قبل ما تتوب تاني. قولي خلاص بقى، دي كانت غلطه ولا انت ما صدقت؟ وش اسمع الصمت، عايز الحجر يخايش. خدوش شباب ده فتحي. بس بقى دي بتنا الفجرة. زياد خليك بقى في بنزين. شكرا. انا قاعد يا حبيبة قلبي، انت فين؟ وحشتيني. ايوه يا صلاح، انت ما بتردش بسرعة ليه؟ كنت بخطف الفجر، بصلي ركعتين شكر عشان لقيته. لقيته يا بنت. لقيت مين؟ هيكون مين يعني؟ لقيت فتحي. باركيلي بقى، خلاص كده بقى نقدر نروح للدكتور. ظبط لنا ميعاد معاه. انت فين؟ في البيت مع خالي. خالك الحرامي؟ طب ليه كده بقى؟ اسمع يا صلاح يا روسي، بتناد مش مقطوع من سجر يا اخويا. ها؟ وبروح عندك ما هياش رايحه. لم نفسك ده يا اخي شويه وروح اشتري لك دبلتين وتعالى اقرا فتحتها وخلصت. يا اما كده بقى يا اما مش هتشوفها تاني. هو في كده؟ الناس كانت وشها يا جدع. الصراحه انت كده عداك العيب وازع. انا والله العظيم طول عمري اقول عليك معلم معلم. خلاص عد عليك بقى ونخلص في الحكايه. سلام ابو الانساب، بص لنا العروسه. العب 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 العب. انت فين يا جدعان؟ تعمل ايه؟ انت انت الحشيش ظبطك؟ ظبطك؟ ظبطك كل يوم يا كل يوم. عشان احنا ايه؟ احنا عشان احنا ايه كمان يا؟ احنا رجاله. ايوه احنا رجاله. بمناسبه الرجاله تعالى ماما. اتجننت يا ياد، اتجننت؟ هتمد ايدك على اخويا وانا واقف؟ انت عايز موت البيت؟ مالكش دعوه بيها، ما يزال يرضى ايه؟ جاري ايه يا رومي؟ انت جايبني عشان اتبهدل هنا وهي دي النعمه ما انا معتبها تاني، وهي توبه بقى وخلاص. خلاص يا بيت، شوف ابو صلاح الجدع ده ما يقعدش هنا ويطلع بره. نعم يا روح امك، لا ده انت وهي اللي هتطلعوا بره. خلاص بره. بس دي قطه صلاح عروس. لا دي قطه انا، والراجل عمل لي العقد وقتي. وانا شاهدة. يلا يا اخويا. وانا بيت استني هنا ما تشمش. حاضر، بس انت هدي اعصابك كده. هو انا قلت لا؟ يلا توكل على امشي من وش السعادي يا رومي. اللي تشوفه ابو صلاح. ماشي يا بنزين ماشي. خد يا تقلبني مخها اللي ايه؟ تقطع النفس. نام. مش هنقتلها يا صلاح. نام. اخويا احنا جايين نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ عشان قال لك اتجوز ناهد. انفجر يا خطك. الله اكبر. لا بس احنا جايين نقرا الفاتحه. فاتحه بسم الله الرحمن الرحيم. سبح الرحيم رب العالمين احمر على احمر. يا فجر. شفتي؟ شفتي بيخبط ازاي؟
خلاص بقى يا خالي الجدع مستعجل. حاضر يا اختي خلاص جاي. مساء الهنا والسرور. اتفضل اتفضل. ده هيتسوي خش يا شيخ فتحي. خش يا شيخ. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل ازيك يا روسي؟ سلامة عينك يا اخويا. يا سيدي الله يسلمك. يعني انت كنت سألت عليا؟ ده اخويا فتحي. اها امال كان فين بسلامته يعني اول مرة اشوفه؟ لا كان عايش في الصومال تاجر اغنام كبير بس هو اللي منفض لنا. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. يعني احنا هننسب تجار خرفان كبار. كان بقى لغايه ما الكراسنا عيني هجموا عليه هناك رجع يا مولاي كمك خلقتني عشان كده تلاقيه اتقفل من الدنيا. فانا قلت اجيبه معايا نفرح كلنا سوا. شوف يا اخي الحظ. بس البت نهى دي بت فقريه. المهم يا معلمي امرني انا جاي طالب القرب في نهى تؤمر. يا بصراحه هو في جواز كده برضه؟ مالك داخل على السخنه قوي؟ مش تستنى يا راجل لما نلف السيجارتين؟ عيني انا ده. وبعدين انا ماليش طلبات. البنت نايه ده ايه اللي تطلب؟ اهي كبيره بنت ناهد. ايوه خالي انت ناهد. ناهد انت ناهد. اخويا ده فقري فقري. ازيك يا فتحي؟ لا لا واحد صاحي اتجوز اسي اتجوز عروسه ناهد اتجوز اسي. حلو كده. ايوه خالي صلاح كان جاي طالب ايديكي موافقه؟ ما تكسبنيش بقى يا خالي. يعني موافقه خلاص على خيره الله. انتوا بقى تظبطوا مع بعضيكوا وبعدين تقولوا لي. والاخ فتحي مالوش طلبات؟ مالي طلبات عد الخشب نجيب جواز. يا عم فتحي انت نسيت العربي في الصومال. ده الصومالي ده ابو صلاح. احنا بقول لك ايه احنا كده اهوت صباح الفل. ها نقرا الفاتحه بقى. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يا رب. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الرحمن الرحيم المغضوب عليهم مغضوب عليهم الضالين آمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. خلاص ما بيتقالش حاجة معناها. ألف 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 مبروك. قول لي يا فتحي نفسك في إيه؟ أنا عايز أجيب لك لنفسك في إيه؟ ها قول. فراخ. ايه؟ فراخ. ايه يا انت بتوفر لي؟ انا معايا فلوس كتير. قول لي عايز ايه؟ نفسك في ايه؟ فراخ فراخ. طب قول لي اجيب لك ايه تاني؟ فراخ. الله يخرب انت قاعد مش طافع فراخ اهو. قول لي عايز ايه؟ اجيب لك خاتم فضه، موبايل صيني، فيسبا هندي، يا ده اطلب ما يهمكش. عايز عروسة. عروسة ايه يا ابن أيل؟ انت قد الجواز. عروسة عروسة يا صلاح تقول بابا. عروسة تقول بابا؟ عروسة لعبة يعني؟ عروسة لعبة يعني؟ عروسة لعبة. عروسة لعبة. هجيب لك أكبر عروسة، هجيب لك عروسة ب 300,000 جنيه. يلا فاهمين بقى هاخد منه عينه. الدكتور هيخلع الحته اللي بيشوف بيها وهيركبها عندي فيها حاجه دي وهو هيرضى. يا ست غصب عنه هو دريان بحاجه. خلاص خدها وارجع اتخانق واخدقها وخدها تاني وندور لك على عين غيرها. يلا ما تدمريش اعصابي بقى. انا اول مره في حياتي حد يعلم عليها بخربوش واحد. طب ما تشوف لنا عنده درسين كده حلوين. الدكتور قال لي ان دروسك مفتفته وعايزه تتغير. اعتبري حصل. وده فتحي. خش يلا. الحاجة رضيت عنك خلاص. رضيت عنك؟ ايوه الحاجة رضيت عنك. يلا تعال تعال يلا بسرعة. الحلوة معاه بقى علشان ما يعقرش معانا في أي حاجة. وهو يعني هعمل له إيه؟ ده وحتى أوضة غلبان ومن كسر. تعالى ده فتحي. تعالى حب على إيد الحاجة. بعيد حالك. بوس إيد الحاجة هلا. بوس إيده. حلوة قوي العروسة دي. حلوة عروسة ليا. دول حلوين قوي يا واد وسلام وبيض. ما تيجي ناخدهم كلهم. من عينينا يا حاجة. من عينينا. من عينينا يا حاجة. من عينينا. ايه ده الهبل اللي انت عامله ده؟ تعالى قدام تعالى. تعالى يا اخويا فتحي خش. دي اوضتي. دي اوضتي؟ لا دي اوضتي انا. بس انت هتقعد معايا في اوضتي عشان انت ايه؟
اخويا تقعد معايا عشان انت ايه؟ انت اخويا تقعد معايا فقلت عشان انت اخويا. ايوه بالظبط كده فقلت عشان انت اخويا قلتي ايوه وتيجي سلمى تقعد معايا في الاوضه وتقعد معايا يا سلمى. مين اللي هتجي لك ده يروح امك؟ مفيش نسوانه تخش هنا. تيجي تقعد معايا هنا في الاوضه بتاعتي. استنى 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 انت قاعد مخلف بنت اسمها سلمى؟ بنت سلمى صلاح عندي بنت سلمى سلمى فتحي نروح المدرسه نقول لها سلمى فتحي نعمل تعليم ورحنا وعملنا تعليم. هو انت متجوز اساسا؟ لا لا يا صلاح انا مش متجوز. انا عندي مدرسه وسلمى تروح مدرسه. انا مش متجوز يا صلاح. بس يالا بس يالا ولا مش متجوز. روحنا عملنا تعليل. انا وسلمى روحنا عملنا تعليل. ما عندكش بنت اسمها سلمى ولا مين؟ انا عندي سلمى صلاح. عندي بنت اسمها سلمى وانتي وروحنا وعملنا تعليل. بس يالا ولا سلمى فتحي تيجي معانا نقعد. بس وصلاح تضربنا تطردنا تاني. صلاح تضربنا خلاص خلاص. انت عندك سلمى. انت دلوقتي ايه سلمى معاك وانت في اوضتي عشان احنا اخوان. انا اخوان. مبسوط؟ انا مبسوط. طب يلا البس ده ولا ده هتعرف تلبس لوحدك ولا لبسك زي العيال؟ ولا لبسك زي العيال جدع جدع. البيت امك هتضرب دماغك. ولا روح امك اصرف عليك ببلاش. هو دخول الحمام زي خروجه؟ ها يعني اتبعك انا؟ لا 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 جود ده مدرا. وجبت لك عروسه واكلتك فراخ ونمتك في اوضتي. ايه يعني لازم اعورك علشان تسمع كلامي؟ جود ده مدرا. اسمع كلام من هنا ورايح. عهد الله هقطعك حتت. تمام؟ ما عندناش ما عندناش ما عندناش. طب قدامي حتى واخدني وراك تاني. ها؟ هتعمل لي فيها عبيط وانت مخك يوزن بلد؟ قدامي يا ابن اللعيمه. خش. خش نعمه. عايز تعيش طول عمرك في الزباله. يا نتن. شوف الدم يا زلمه. انا منظفك ومحميك وعاملك بني ادم. انت زي الدبان تدور على وساخه فين اراضيها. وريني هذا الجرح. لا بسيطه بسيطه. بسم الله. شو دم جراح جراح. خلاص بقى عرفنا ان عندك دم. ايه مديالة؟ شفت بقى انا اخوك ازاي وبحبك وبخلط لك الجرح؟ بس عليها الحرام من ديني. لو عملتها تاني لا افتح بطنك واسيبك تتصفى لحد اما تنشف. خلاص يا ادلة خلاص زي الفل. ايه انت بقيت كويس يا ده فتح؟ خد يا ادلة الشنطتين دول هيخلوك زي الفل. امسك يا اخويا. امسك يا فتح اخويا. امسك حبيبي. الشمامي. خليك زي الحصان. دكتور يا هلا. دكتور. خياطه وتجميل في ذات ام نفس الوقت. لا والتخدير بعد العمليه كمان. عروسة حلوة. عروسة حلوة. عروسة مزة. عروسة ضاعت صلاح. العروسة ضاعت. يا عم العروسة ما ضاعتش ولا ليه؟ لما نروح هجيب لك العروسة. شفت عروسة ضاعت صلاح. اهدى بقى قلت لك لما نروح هجيب لك العروسة. العروسة دلوقتي. جبت عليك. طب انا بقى عروسة صلاح. عروسة. هو ده؟ اه دكتور ده فتح. سلم على دكتورة فتح. نعم يا دكتور. يجي معروسة. صلاح تعالى عايزك لوحدك. بقول لك ايه؟
تحركش من هنا، هجيب لك العروسه واجي. عروسه مزه. خير يا دكتور؟ انت جايب الواحد عبيط بجد؟ انا كنت فاكر بتهزر. يا باشا ده هو ده اللي يسلم اعضائه وهو بيضحك. مع انك غبي وجاهل بس بتفهم، وده اللي عاجبني فيك. ماشي يا دكتور، كله من ذوقك. افهمك حاجه مهمه جدا، قانونا ما ينفعش التبرع بالقنانيه من واحد عايش. خلاص نموته. انت فظيع. لا شوف لنا حاجه تانية. خلاص نقتله. لا 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 شمال والله شمال. يا باشا ده وضع عبيط، اعضائه مش طايقه انها تفضل قاعده جوه جتته. اسالني انا. اسمع يا صلاح، عمليه نقل القرنيه انا هعملها لك من غير ورق ومن غير فلوس. قصاد ايه يا باشا؟ هناخد منه الكليه. والكليه بتملعين؟ لا طبعا، ممكن يطلع لك فرق. بص يا باشا، انا عايزك تعتبر الواد ده سوبر مارك، افتح وشيل اللي انت عايزه، وفي الاخر قابلني عند الكاشير حاسبني. ايدك بقى. انا عايز اشوفه، انا عايز اشوفه. ما خلاص يا ياتي يا ابن التفه، احنا في الملاهي. سلام فجري عين واحده ايدي. سلام وفجري عين واحده. اتفضل. لا انت تبحبحها شويه، الجتة اللي قصادك دي منوعه اساسا في البنج 40 سنه. ايش رن نادي الفاتحه؟ انت برضك واد بركه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. نقول لا ده انت بقيت كويس اهو. لا انت كويس يا فتحي، انت كويس، انت كويس. تعال تعال يا فتحي، اسند عليا يا اخويا. سلامتك. تعال يا فتحي، تعال يا فتحي. ايوه ايوه كده يا فتح. احنا ايه؟ ايوه اخوات ورجاله. رجاله مش كده يا فتحي؟ خش ريح الجثه اقعد. ايوه يلا نام بقى يا فتح. لا ما ينامش الا لما ياكل، ده على لحم بطنه من الصبح. ما تنامش يا فتح، ما تنامش الا لما تاكل. لا انت بقيت كويس اهو. خد كل دي فتحي. كل يا كل دي فراخ، ما حرمتكش من حاجه اهو. جنبي وجعني. ايه ده؟ مش هتاكل فراخ؟ لا سيبيه لما يفوق بقى، ده ما يمنعوش عن الفراخ الا الشديد الاول. طب خد كل انت. لا يا اختي انا لا عايز اكل ولا اتنيل، عايز اشيل الهمام اللي على عيني دي. يا اخويا اصبر لما الجرح ينشف. يا بنت عايز اشوف عيني جرى لها ايه؟ هتشوف يا اخويا ان شاء الله. خد الفلوس اهي. عدتيهم؟ 9000. خصم 1000 جنيه من الكلوة. ديني وقلبه قاعد. يعني أنت اللي قلبك طري قوي، اللي لما قلت خد يا بيتش يا ناهد 1000 ولا 2000 شبرقي نفسك بيهم. وفلوسي وفلوسك إيه يا جحش أنت؟ ناهد ما تدخليش الماديات بيني. وأنت زعلان مني يا ده فتحي؟ ما ها؟ مدوى بجنبي. طب والله فاهم كل حاجة وبيستعبط علينا. لا اعدل نفسك يا حبيبي على الناحية التانية عشان تستريح. بلاش حبيبي دي. تعالى تعالى. ما خلاص بقى ما تصلباتش، ما كانوش جرحين. استغطر اخويا عشان ما تستهواش.
ولا واحد مش تاني، تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، مين بيخبط؟ أنا صلاح. أنا افتح السار بقى صلاح، خلي مش هنا. بقولك افتح يا بنت بدل ما بنت الباب ده على دماغي. مالك يا صلاح؟ مالك؟ عايز اخش اوضتك. ايه ده؟ انت ما عايز تدخل اوضتي يا صلاح؟ اللي في دماغي صح وهخش اوضتك. طب ما انتش داخل بقى يا صلاح. لا احنا بنحب لكن قسما عظما لو ما قلت لي كنت بايته فين امبارح نجيب رقبتك. انت بترفع عليا مطوه يا صلاح؟ كنت بايته فين يا بنت الطيب؟ ما انا كنت بايته هنا وانت مكلمني وانا نايمه. ليه يا اختي؟ انا اللي كنت هنا وانت كدبت عليا وقلت لي انك في البيت. تخليني مع مين يا بنت؟ فاشل. انا صرفت لي اخويا ده يكشف عليا. انا كنت لو بتشافى في مستشفى امبارح. طب وايه العيب انك كنت لو بتشافى في مستشفى؟ تكذبي عليا ليه؟ ما انا خفت اقول لك تروح البنك لوحدك. طب قدامي على الاوضه. افتحي الصندوق ده. انت بتدور على ايه؟ افتحي. ده جهاز يا صلاح. اهو جهازي اللي طول عمري بشتريهولك. جلطين دي فيها ايه؟ طيب ده طعم المطبخ. وريني. ما تفتحها بقى. روح. ده ايه ده؟ دي فلوس كنت محوشها من ورا خالي. شقاومي كله يا صلاح. بحط القرش على القرش عشان ماليش حد تاني في الدنيا، حتى غيري الوحيد اللي عايشه مع حرامي. كنت عايز اعمل ايه؟ اقول لك اني محوشه قرشين للزمن عشان زمانك مشطب عليهم. انا جالي فلوس زي ما جالك بالظبط، انت ضيعتها في حشيش وشرب وسهرات، وانا شلتها اتمرمطت في المستشفيات عشان احوش قرشين للزمن يسندوني لما اتجوز ولا اكبر. فيها حاجه كفرت؟ لم فلوسك قبل خالك ما يجي. عاد عليك بكرة عشان نشوف حوار البنج ده. ألو. أنا قاعد مش سامعك خالص، سيجنال وحش أوي. ألو. أنا فين إيه؟ أنا بقاديني ساعة راكب قصاد المستشفى، أنت فين أنت؟ والنبي ايه ساعة؟ انت لسه جاي دلوقتي. طول كابل. امال فين الواد حسني؟ ده حمار وملوش في السواق، وبعدين انا مش عايز اي حد غريب معانا في المشوار ده. يلا اركبي. جبت البنج؟ بنجي نايم جمل، الدكتور غلبني عقبال ما اداهولي. واضح انهم بيحبوك يا وهان. اه ده مضايقك في حاجة؟ ما علينا. هياخدوا ازاي؟ اي كوباية عصير. شرب كده؟ ماشي. امسك يا واد العروسه. ايه امسك. عروسه زلمه، عروسه زلمه. يا سلام يا ده المزاج العجيب ده، انا اول مره في حياتي اشوف واحد بتاع عرايس. لا لا العروسه زلمه بنتي حبيبتي. يا عم سلمى ولا نجوى، المهم ما تضيعهاش تاني. عروسه انت ما تضيعهاش تاني يا صلاح. يا ما تضيعهاش، انت اللي ضيعتها. انت ضيعتها انا. شوف ابن اللئيمة، الله شكلك هتطلع ظابط في الآخر. طب بص، عشان أنا بقى أخوك وحبيبك، بكرة هوديك تشوف سلمى. سلمى يا بنتي حبيبتي، تيجي تقعد معايا، تيجي تقعد معايا هنا، وتيجي سلمى، تيجي تقعد معايا، تيجي تقعد معايا.
خلاص يلا، انا اخوك وحبيبك وقلت لك بكره هتشوف سلمى. خلي بقى معاك سلمى الصغيره دي ونام بقى، نام دلوقتي. ايه نام دلوقتي؟ انا نام يا صلاح، انا نام يا جوت، انا وحدي اللي نام، انا نام هو يا صلاح، انا نام هو نام. شش نام. يعمل ايه الملاك البريء ده في الدنيا السوء اللي احنا عايشينها؟ عشان كده لازم اصفره فوق. لا انا كصلاح ضميري مرضي. بتهربي مني يا ناهد؟ انا ما بتهربش من حد يا دكتور. صلاح هو عندك، خد فلوسك منه. وبعدين انا كان ليا دعوه بالاتفاق ده من اساسه، انا لا خدت ابيض ولا اسود. برافو يا ناهد، برافو انك خرجتي نفسك بره الموضوع ده. انا هتصرف، يلا هكلمك كمان ربع ساعة. يلا باشا، مش عايز حد يموت، ضرب حرفنا، يلا بسرعة. ده اللي بعتك ياض. انت مالك يا فندم؟ لو كدبت حد حمار. مين اللي عمل فيك كده يا واد؟ مفيش يا ام، عيال خايبه وغلط في ده. طب هات لي شويه بن اكتب بيهم الجرح اللي في راسه. قوم يا حزين، وعدك مع صلاح هيجيب اجلك ان شاء الله. لا الجرح بسيط، مش محتاج خياطة. بس يلا بقى بلاش دوشة. اشرب يا فتحي. حلو عصير. دلمة، انت بدينا دلمة. لا اشرب انت عصير. الأمانة تحت يا ريس. تأمرني بأي حاجة؟ ادي بيت فلوسك. لا شفتني ولا عرفتني. امين. ايه ده؟ البنت الممرضة
احنا ما اتفقناش على كده. نصيبها كده لعبت في عداد عمرها. ايوه بس احنا اتفقنا على راجل. تفرق معاك؟ اه المره نص تذكره. دكتور طلعت ياس جاب عنواني منين؟ مش هيبقى اخر تعامل ما بيننا. النور ده اللي بيزبط. ليه؟ دكتور انت عظمه في اصلا ليه؟ ظبطها ازاي؟ مبروك يا نان. الله يبارك فيك يا دكتور. بتروح بتروح القعده كل خميس. ده مضايقك في حاجه؟ لا والله. تاخد الفلوس انت واد جدع. نايم. خديني مع مين يا بيت؟ دي فلوس كنت محوشها من ورا خالي. شفت بقى الوضوح حلو ازاي؟ أرز هذا فتحي. لا 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 أنا أرز يالا وأنا يا وأنا إيش يا أنت كتب لك عمر جديد هذا معفن. يا أنا معفن إيش يا أنت إيدي يا إيش يا إيدي يا إيه يا زنا إيه أنا زنا بس ما ينفعش. ينفعش خالص. صلاح روس. صلاح روس. مش صلاح روس يا ابدا اللي اتعامل معاك كده. صلاح روس يا ادم. سادينا يا حمير. مش صلاح روس. ولا امه. ولا امه. انت هتعيش يا ادم. يلا هتموت. هي تعيش؟ هي هتموت. انت هتعيش عشان انت كتب لك عمر جديد. هي هتموت. يا حمار انت افهم اللي بقول لك عليه. انت هتعيش. هي هتموت. دارة. أظن ما فيش أوسخ من كده موتة. آخر حاجة بلاش تحب أوي وحاسب العبيط. هيوزي لا لا قول لا قول لا 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 قول لا 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 موهوب اشتم شاطر الشيطان يخليه يعيش زي وزي اي مرتزقه يعني سلاح سلاح في ايدين ملهاش اي ضمير اللي عملوا كده مجموعه مسميه نفسها دايره 10 مجموعه هاكرز ومسلحين مجمعهم واد اسمه راضي الحسيني الواد ده محطوط على قوائم الارهاب في دول كتير يشتغل لحساب اللي يدفع اكتر المجموعه واخده خلفيه مصنع في امبابه ساتر ليهم يعني كثافه سكانيه عاليه معانا صوره الدرون ثيرمال اكتيفيتد الثيرمال موضح 9 عناصر في المكان وعندنا 10 دقايق بس ندخل ونخرج فيها بعدها القوات الخاصه هتتدخل صوتنا يبقى واطي مش عاوز خسائر اهم حاجه المعلومات اللي معاهم
تمام وصول ميم واحد. ميم اتنين تمام الوصول. ميم تلاتة تمام الوصول. افصل التيار. في شارع متحركة من غرفة يمين سيفرز. من عدم يا فندم، مفيش غرفة على اليمين. ميم اتنين، في شارع متحركة في الغرفة اللي على يمينك. بالنسبه له كتاب مفتوح. اكيد سيادتك فاكر هو جابه ازاي قبل كده. ما هو يونس كتاب مفتوح بالنسبه للراضي برضه. ما تنساش ان هو استهدفه هو وعيلته قبل كده. معنى كده انك بتضحي بيه. هو اكفى واحد يقوم بالعمليه. يونس اصحى يا عم بقى.
طب يا حبيبتي معلش بابا بس ينام ساعه واصحى لك معاك على طول. يونس هو انت جاي لنا هنا في الاجازه عشان تنام؟ كنت سبتني عند مامي احسن. لا يا حبيبتي حقك عليا. طيب بلاش ننام ساعه، ممكن ننام نص ساعه ونصحى من فرتك اللعبه. تعالي تعالي بس. خلاص قمت. الو يا ابو الشوق. صباح الفل. ايه يا ابني في ايه؟ مكلمني 20 مره على الصبح، حصل ايه؟ انت فين يا عم؟ حصل عندي في الشركه اتاك، حاولت انظف الاجهزه من تروجن بس لسه من كنترول الكيبورد مش عارف اكتب. ده تروجن جديد اسمه اي لاف يو، لسه نازل من يومين. شيل من على الريجستر الكود اللي اخره A045. اصل يا يونس ما المهندسين ايه بس يقولني ايه؟ يلا سلام. سلام. انت قلت الكود اي لاف يو ده كام؟ انت مالي؟ دي حاجتي. مش انت اللي قلت قمت يا ام حيا؟ يعني هو اللعبه هيخلص؟ لا بس الاجازه هي اللي هتخلص. ماشي. يا عماد اعمل لي قهوه عشان نفوق للبت دي. بيحصل يا استاذ. انت؟ امك علمتك تبقى غلبويه. لا تعمل. هعمل ايه دلوقتي؟ دوس اكس. دوس اكس اهو. شكرا. حاسب يا عماد. حاضر. خليك انت. صباح الخير. خير. هنتكلم على الباب؟ اتفضل. بلغته؟ بعت له 2 ضباط بالتأمين بتاعهم عشان يبلغوه بأوامر سيادتك ويجيبوه. اصحاب بابا فريدة. فريدة بنتي. صباح الخير يا فريدة. هما مالهم لابسين زي بعض كده ليه؟ انتوا توأم؟ فريدة عيب، خشي جوه يلا. ليه انت هتطول ولا ايه؟ لا على طول. يلا. معلش زي ما انتوا شايفين ورانا حاجات كتير قوي مهمة. ايوه ورانا حاجات مهمة. فريدة خشي جوه. عماد قهوة البهوات. سادة احنا عندنا أوامر باستدعاء. أين كانت الأوامر؟ أو مين اللي بعتك؟ أنا مش رايح في حتة. الرسالة اللي أنت عايز تبلغها يستحسن إن أنت تبلغها بنفسك. عماد حط قهوة البهوات في كوبايات بلاستيك. هياخدوها تكاوي، اتفضل. صدقني يا يونس مش من مصلحتك ولا من مصلحتنا إن إحنا نختلف مع بعض. إحنا بننفذ تعليمات واضحة وصريحة. وأنا رفضت. الشكل مش هيبقى حلو قدام البنت. طيب اتفضلوا استريحوا. اغير هدومي. في حالة رفضه انا مجهز بديله بنفس كفاءة يونس. يمكن يكون افضل وامر منه كمان. انا طلبت منك تشوف بديلي. انا كلفتك بحاجة محددة. المعلومات دي اكيدة؟ حميد الطرابلسي، ضابط ليبي سابق. كان عايش في الجزائر تحت اسم علي عثمان. ومات من يومين. الشرطة بتقول إن هي عملية انتحار، بس المعلومات اللي وصلت لنا بتقول إن اسمه كان من ضمن الأسامي اللي تم تسريبها من عند عرفة بيه، وده بيرجح إن هي عملية اغتيال. طب شوف لي الاتنين ضباط بتوعك عملوا إيه مع يونس؟ اتناشر، 24 هربوا في الطريق ليك، متابعة وإختار. 6. تم فقد 24.
تشرب حاجة؟ مش ناوي تسيبني في حالي بقى؟ زمان لما كنت بتجيني كنت بتسلم الأول. أنا راجع بدري مخصوص علشانك. لو كانت الطريقة السخيفة اللي سيادتك بعت تجيبني بيها لي وراها شغل، أنا بطلت وخلصت. طب اقعد اقعد واسمع. مفيش كلام جديد يتسمع، أنا قلت اللي عندي. فريدة وريم أخبارهم إيه؟ كويسين. وأنت بتعمل إيه دلوقتي؟ بحاول أصلح اللي أنت بوظته في حياتي، بس مش عارف. مش مصدقها دي. اللي أعرفه عنك إنك لما بتحب تعمل حاجة بتعملها. إلا إن أنا صاحي لأمواتي اللي ماتوا بسبب إيه؟ معلمتها ليش دي؟ الناس بتموت بمعاد يا يونس. الضعاف والفشلة بس هم اللي بيتعلقوا بالأسباب. صح، الضعاف والفشلة، عشان كده أنا بقيتش أنفع. مش أنت اللي تقول إذا كنت تنفع ولا لأ. وربي شوف لك حد غيري يقرر له في حياته. أنت عمرك ما سألت نفسك يا يونس ليه أول ما عرفتك زمان وأنت عيل صغير وفرحان بروحك قوي تخترق مواقع رجال أعمال أوساخ عشان تفضحهم، ليه ما خليتش المباحث تعمل لك قضية؟ عشان كنت مفيد ليك. صح، لكن اللي عندهم إمكانياتك كتير واللي عايزين يشتغلوا معانا أكتر. أنا اخترتك عشان محدش قدر يشتريك، مش للبيع. أنت سبت مراتك وبنتك ليه؟ وأنت كنت عايزني أكمل معها؟ إزاي؟ هقولها إيه؟ هقولها على طبيعة شغلي معاك؟ ولا إن أبوها وأمها ماتوا بسببي؟ أنت عندك شك إن أنا بخاف عليك أنت ومراتك وبنتك؟ الذنب اللي أنت مشايله لنفسك ده بسبب اتنين ماتوا مهما كانوا قريبين، يخليك تفكر مليون مرة في ناس كتير هتموت وأنت كان ممكن تعمل حاجة وما عملتهاش. مربي، ما تحسسنيش إن رجبان وبهرب منك. أنا خدمت البلد دي ودفعت الثمن، الثمن اللي أنا وأنت بس عارفينه. مهما كانت الأسباب، أنا مش هرجع أشتغل معاك تاني. خلصت. عربية رجالتك تحت سليمة. حتى لو قلت لك إن راضي لسه عايش؟ كتير نايم. ياه، هو النهار طلع بسرعه كده؟ ملحقش استريح خالص خالص. استعبط. معلش، كان عندي شغل. وحشتي. وانت كمان. دي نمت؟ ايوه، مع ماما وبابا جوه في الاوضه. مع ماما وبابا جوه في الاوضه؟ قوم نام بقى. استني بس، بتنامي ليه؟ في موضوع مهم جدا انا عايزك فيه. البنت دي ده امبارح بعتت لي ميل وكانت متضايقه قوي. لو النبي، دي ده بعتت لك ميل؟ ايوه. وقالت لي يا يونس يا بابايا الوحيد، انا يعني محتاج اخ العب معاه كده عشان حاسه بوحده. النبي وربنا. بس يونس، ماما وبابا نايمين جوه. دي احلى حاجه ان هم نايمين جوه، واخدين البنت في حضنهم. مش احسن ما بتنطلنا هنا كل يوم وتنام في وسطنا وتقرفنا؟ ما هي لما بتنام بدري انت يا اما بتيجي متاخر يا اما بتفضل قاعد على الكمبيوتر بتاعك لما خلاص بقت حاسه انه ضرتي. معقوله؟ ده انا بدي يوم لما اجيب لي بضره، اجيب لي بضره مكنه. تقليل أدب. لا، ما أقصدش يعني، ما أقصدش يعني إنه لو قلت لي بضرة لازم تبقى صاروخ كده زيك. كده كده مش هينفع عشان ما يصحوش. إحنا نتكلم من غير صوت. متأكد؟ تعملي ميتة، تعملي ميتة. نمرتي فيها؟ أيوة ماما. إيه؟ شفتي؟ شفتي؟ إيه يا بنتي؟ أروح الدكتور. لا لا لا، أنا هوديها المستشفى، حد سكتني بس. ماشي بنت. ماشي. يلا يلا. لا شيل يونس. هما العيال الصغيرين كده يا حبيبي. يلا يا يونس بتعمل ايه؟ بجيب حاجتي. استنى خلص واجي معاك. لا لا لا، خليك انت انا هطمنك لما اوصل. يا بنت الدنيا برد بره. طمنها يا يونس. خير ان شاء الله.
روح بيته امبارح يا فندم، اعتقد ان قرار رفضه نهائي. هيجي بس هو لسه ما يعرفش. بشكل مبدئي الاتاك حصل على البورتو داتابيز بتاعنا، حاولت احدد مكان الاختراق عشان اعرف اتعامل معاهم لكن للاسف ما قدرتش، اضطريت اعمل بلوك للستيشن كله. طب افتح لي كل البورتات اللي بيخشوا منها. خليهم يحاولوا يخشوا تاني. زي ما توقعت. كان في بوينت نت معمول. اتعامل عليه وراوته على سيشن تانية. انا هحاول اعرف مكانه. نور يا يونس. ترافيك عالية قوي يا يونس. هتفهمني ايه اللي بيحصل؟ في ملفات بتتسرب من عندنا. امال انتوا بتعملوا ايه كل ده؟ ما وصلتوا لايه؟ اللي حصل انهم اخترقوا الجهاز يا فندم. انت بتعمل ايه؟ الموضوع خلص خلاص. تعرف تعمل لي حصر بالمعلومات اللي اتسربت؟ فندم ده معرفش يجيب مكانهم، هيجيب المعلومات اللي اتسربت. ايه ده؟ الملفات اللي اتسربت كلها شورت كات. صوفيا. الهجوم جاي من صوفيا. بس انا لسه مش عارف احدد اللوكيشن بالظبط. المعلومات اللي اتسربت. يا فندم دي كلها معلومات وهمية. انا اللي مبصيها عشان اعرف مكانهم. وصلت له؟ بحاول يا فندم بس السيستم بتاعهم صعب. ما بيقبلش دخول اي اي بي من بره بلغاريا. ما تعمل اي بي وهمي من بلغاريا وتدخل بيه. هم مرقمين كل الاي بيهات المسموح ليها بالتعامل معاهم. يعني انت مثلا عندك 10 عيال. ما ينفعش اقول لك عندك 11. بس ينفع اقول لك ان انا عيل من عيالك. يونس، يونس عبد الحميد. عبد المجيد الحناوي، عايش في الأردن باسم حمدان الصالح. ما ترجعش من هناك غير وانت عارف مكان السلاح. قول للرجالة يفتحوا عنهم كويس، هيجي لنا زيارة من مصر قريب. تمام. تركب أول طيارة على بلجراد، هتدخل بباسبور إنجليزي، ومن هناك تاخد القطر على صوفيا. هتلاقي في واحد من طرفنا مستنيك في المحطة عشان يسهل لك مهمتك. ربنا معاك. برجر نايم مش تعمل اكس باشا كان يا سجاس بوزنك. الحمد لله على السلامة. خلي بالك بقى عشان نصبين لك المسرح. الغربان في كل حته ومستنيين العصفوره. اوعى يعملوا عليك حفله. ما تقلقش اطلعهم عليه. اعمل المكالمه. توكلنا على الله. اسكام ده بودام سيجنال ذات ريليست لجارتا. البركه. انت قلت الادب بقى.
توجع انا عارف. Who are you? What do you want? ليه انا بدي اخدته؟ الله صباح الفل. طب ما كان من الاول. تعرفي ايفان منين؟ مثل ما انت بتعرفه. مو انت اجيت لهون كرمال تعرف مين ورا الهاك؟ انا كمان جيت لنفس السبب. طب والقمر بقى شغال مع مين؟ يونس محمد عبد الحميد. عبد الحميد مو هيك؟ هيك ده انت تعرفيني كويس بقى. بعرف عنك كل شيء. وعلى فكرة شكلك مو انجليزي ابدا ولا جريج، هذا لابق عليك. وانت شكلك ما يديش على النشالة خالص. مش هتقولي لي بقى بتنشالي لحساب مين؟ نحن بنفس المركب ومصلحتنا واحدة. ايه ده؟ ايه ده يا يونس؟ امشي واجيلك كمان ربعاية ولا بتطول؟ كنت اشتغل بالامن السوري. شغالة مع مين دلوقتي؟ بشتغل لحسابي. لحسابك؟ برافو. المفروض بقى انا اصدق الكلام ده. ما بدك تصدق تستفل، ما رح تفرق معي. وقف يا عسل. بقول لك وقف. يلا انزلي. بدي لك اي مشروع من هنا عشان تروحي. يلا. صدقني، نحن ومع بعض الطريق رح يكون اسهل. ما بحبش الحاجة السهلة، بتبقى تلمة. طيب. هاد رقم. خلي الورقة معك لأن رح تحتاجها. قطعين عني الخط. أخذها أنا. خليها معك أنت يا أسعد. أنت ممكن تقول لي ميدو عادي. شكراً يا يونس. ما فيش شكراً لميدو؟
مفاجأة مش كده؟ مفاجأة ايه؟ ده انا جايلك مخصوص يا راضي. راضي؟ ياه بقالي كتير وما سمعتش الاسم ده. بس على فكرة ما كنتش بحبه. جدع يا يونس، جدع انك خليتني اغيره. طب غيرت اسمك، غير بقى الجو الخايب بتاع دايرة عشرة ده. فكك بقى من الجو القديم بتاع دايرة عشرة ده، ده كان شغل لوكل، دلوقتي شغل عالمي. ايه رأيك؟ رأيي في ايه؟ انت بتكلم حد تاني؟ ده انا اللي وصلت لك. انا اللي مجرجرك لحد هنا ومثبتك على كيلو سي فور يا برم. انت واعي يا يونس؟ واعي لما السوسته اللي تحتك دي تنطر انك هتبقى بعد الويل ويل دون، يعني اكبر حته فيك هتبقى مش هتبقى يا يونس، مش هتبقى. نفسك انت السوسته تنطر؟ ها تلاش عليها من السي فور يا مدقت على الراس. انت قصدك على المره اللي راح فيها ابو مراتك؟ لا المره دي كانت لا 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 اصحى كلامك. ابو مراتك امها، ها؟ عشان لما نتقابل ونتحاسب نعرف بقى نجمع ونحسب ونخصم براحتنا. هو انت بتهددني وانت على السي فور؟ لا انا مش بهددك يا راضي، انا بوعدك. بتوعدني؟ لا ربنا يوفقك. معلش بقى يونس، مضطر استأذنك عشان البقعة تخلص. اثبتي مكانك. شوفيه الطفاية، الطفاية. دي نفس البرفيوم بتاعت الصبح. ازيك يا يونس؟ انت ازاي يا جدع انت ما تشكرنيش على طفايات الحريق اللي سبتها لك جنب كرسي؟ لما تخلي طقم العزا اللي ورايا ده يفكني وانا اجي اشكرك بنفسي. وانا في اعدادي كنت عايش في مدينه من المدن اللي على الصحراء، مكان جميل وهادي زي المكان ده بالظبط، بس كان فيه مصيبه واحده. فران كتير قوي يا يونس، والفار منهم ايه؟ سلامتك بالدنيا قد كده. كان معايا الزراعيه كانت بتوزع على البيوت سلم، بس شويه والفران اتعودت على السلم، بقيت بتاكله عادي يا يونس زي الدريسنج على السلطه. تخيل بتاكله عادي. صحتين. بس شو دخلنا نحن بقصه السلطه؟ يوم اخوك يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ مصايد. يعمل مصايد يا يونس، مصايد بقى زي الحاجة الساقعة البلاستيك، عارفها؟ يجي الفار من دول يخش عشان ياكل، هوب تقفل عليه المصيدة. ألم أنا الفران وغرقهم في جردل قصاد بعض، وبعدين اولع فيهم بجاز. تصدق يا يونس انا ما كنتش اعرف ان الفيران ليها صوت. دول بيصرخوا صريخ وهم بيولعوا. صموا اسبوعين بالظبط وما لقيتش فار واحد عندي في البيت، بس فضلوا يخشوا عند الجيران
عشان عرفوا ان دخول بيت انا فيه عذاب. عذاب اخرته موت يا يونس. انا لو اعرف ان دي مشكلتك من الاول كنت جبت لك قطه او خليت حد من حبايبي يديلك توكيل مكافحه حشرات. كفايه فران بقى السنتين دول طولوا. انت ومراد فران حرقكم مش هيخلي حد يقرب مني تاني. عاجبك المرمطه اللي انت فيها دي؟ انا عايز اسالك سؤال واحد بس، ايه اللي خلاك صدقت مراد ومشيت وراه؟ اكل العيش. البلد مليانه فران وسخه ولازم تنضف. حقك يا يونس، حقك طبعا يا يونس، حقك تعيش في بلد نظيفه، وحقك كمان. اللي اقول له يا يونس، هو يعني ايه بلد؟ المكان اللي بتتولد فيه، ولا المكان اللي بيديك باسبور، ولا المكان اللي بياكلك عيش؟ اصل انا مش عارف استوعب الفكره دي خالص. ولا عمرك هتستوعب. احنا 100 مليون، يعني لو في كل مليون واحد وسخ زيك كده البلد مش هتخرب. هندوس عليه بالجزمه وهنكمل عادي. هما لسه بيضحكوا عليكم بالكلام ده؟ لسه. والله يا يونس انا كان نفسي ارغي معاك اكتر من كده، بس مش عايز اخرك عن مراد. ازيك يا مايا؟ هي مايا دي بقى بنت ب 100 راجل، عملت دورها هايل يا يونس. دور؟ منين تعرفني انت؟ انا ما بعرفك اصلا. بس تعرفي جواد ده بيشكر فيكي قوي. ما تبصلهاش كده يا يونس، دي بنت غلبانه وجواد كان بيشتغلها. بس الحقيقه يعني هي بني ادمه جميله 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 جميله. انت اكيد عرفت. والله يا اخي حرام الناس اللي عماله تموت بسببك دي. انا مش هرحمك يا راضي. وانا مش هنساك يا يونس. نصير هنا بقاله 5 سنين، عمل شركة مقاولات كبيرة وبيشتغل مع أهم ناس في البلد. عايش لوحده، ابنه الوحيد اسمه عدي وبيدرس في مصر. يوم النهاردة الصبح كان عادي جدا، العيال اللي معايا ركبوا تليفونه وما جالوش أي مكالمة غريبة. راضي بقى وصل الصبح وعمل تشيك إن في أوتيل شيك قوي، وقابل 2 من المافيا الصيني. الاوتيل ده فيه حفله برايفت هيحضرها ناس مهمه جدا جدا. هو المكان بيقفل امتى؟ كيكي لكنت جاي من النت كتاب الدور. مش متاخر كده؟ منور يا يونس، اخوك علي. نصور اسمه موجود في لسته المدعوين في الحفله. انا اعرف تخش الحفله دي يوسين.
الاوضه في الاوتيل محجوزه باسمك. وادي دعوات الحفله ايه؟ الكمبيوتر ده عليه سيستم الاوتيل كله. جي يو سي. تناكا جي. تناكا جي. علي هو انت شغال ايه؟ زي ما انت شايف شيف. يا عمر عملت ايه في موضوع ابن المصير؟ جاري تحديد مكانه يا يونس. طب طمني ايه الاخبار يا مصطفى؟ انا قلت لعمر بيه لما كلمني اخطف له كان راضي ده وانت تيجي تستلمه من الثلاجه جوه. مش بسهوله كده. احنا عايزين يوصل اللي هو عايزه ويبعتها للي مشغلينه ونخلص منهم كلهم. كلام موزون شايك. طب انت ناوي على ايه؟ وانا ما ينفعش اظهر خالص. الراجل لو عارف ان انا هنا العمليه كلها حبوس. السؤال بقى ياسين بتعمل ايه هنا؟ شيف؟ شيف يا راجل ده هو اللي هيبان عليها خالص. انت كنت فاكر ايه؟ نصير وصل. خليك قريب منه لأنك ما تروحش من عليه. يونس داخلين عليك حالا. يونس نصير وصلت له المسج دي بعتها لك. عمر بيتك يونس انا عايزك تنسى موضوع ابنك ده خالص. مش عايز ابوظ عليك الحفله انت والاموره. انت مين وشيت ريت؟ انا عايز الاحداثيات تنشر. I'll be with you shortly. أي أهدافيات؟ أنت تتكلم عن شيء أنا ما أعرفه أبداً. شوية أرقام. معاك. أنا عايزها. وهاخدها يا نصير. أنت مو عارف أنا مين. أنا ممكن أحجزك بهذا البلد طول عمرك. أمال بيرد أنا غالي ليه؟ ولا انت مش عايز تشوف ابنك تاني؟ دلوقتي يا عمر. تمام يا يونس والمجموعة جاهزة. يونس واد هرب بباب الغرفة. انتوا منو بالظبط؟ ما تقلقش ابنك بخير. الحق بين والباطل بين. الله اكبر الله اكبر. Where are you going? Do you know where is the toilet?
Ya, apa dia buat dekat sini? راضي ما اخرجش من الاوتيل. تعتبر حصل يا يونس؟ انا دي غزه يا ابن الحيحة. ايه الموقف يا عمر؟ راضي وصل للاحداثيات وبعت لابو انس يا فندم. ابو انس لو وصل للسلاح ده قبلنا يبقى هنختفي، ومش بعيد يدخلهن هنا جوه البلد. فين يونس؟ خمستاشر يا يونس. مصريتنا وطنيتنا حماها الله. قعدت تقول لي احنا 100 مليون، يعني لو في كل مليون طلع واحد وسخ هندوسه بالجزمه ونكمل عادي. ايه رايك دلوقتي؟ مين اللي متداس عليه بالجزمه يا يونس؟ اقول ايه؟ انتوا اللي بتحبوا كده، كيفكوا كده؟ يا خسارة يا راضي، الأوامر اللي عندي إن أنا أرجعك مصر حي، بس اللي كان عايزك حي مات.
عمر بيه ألف مبروك. العريس طلع شهر العسل. ده انتحر ده ولا حد زقه ولا ايه؟ لا حول الله يا رب. القرار قرارك والمعرفة ليها تمن. ما تطفي البتاع ده يا يونس، الأكل هيبرد. وقت كتير التمن ده بيبقى غالي قوي. بس لازم تبقى عارف إن قدرتك في الوصول للمعلومة زي ما تقدر تبدأ حرب بتقدر تنهيها. توكلنا على الله.